الحمد لله، الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالحرمين الشريفين، الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وجعل الشام شامة الدنيا من غربها إلى شرقها الأقصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، فله الحمد وله الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، خير من وطئت قدماه ثراها، وعرج به ليلًا من أقصاها، فدعا للشام وأهلها وبهما أوصى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اصطفاهم من خلقه، الذين اصطفاهم من خلقه صفوة خلصا، وزادهم من لدنه فضلا لا يجحد ولا يقصى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يجزى فيه الطائع بطاعته، ويؤخذ فيه العاصي بما عصى. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن لبيت المقدس ومسجده الأقصى مكانة سامقة في ديننا، ومنزلة شامخة في قلوبنا، فهو مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج به إلى السماء، وصلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إماماً بالأنبياء، كما أنه أول قبلة للمسلمين، وإليه تحن قلوب المؤمنين، تضاعف فيه الصلوات، ويتقرب فيه إلى الله بسائر الطاعات. درج فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبه تعلقت قلوب أهل الإسلام، وتعبد فيه أهل الإيمان، ورخصت من أجله دماء الشهداء. وقد جاء في بيان فضله آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين مكانته وفضله، وتظهر منزلته وقدره. وقد جعل الله جل وعلا لبلاد الشام عامة، وللقدس والمسجد الأقصى خاصة، جعل لها فضائل عديدة، وخصها بخصائص فريدة، فهي الأرض التي قدسها الله وطهرها وأعلى شأنها بين العالمين وأظهرها. قال جل وعلا مخبراً عن كليمه موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهي بلاد الشام كما قال أهل العلم، وهي مهاجر خليل الله إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ونجيناه ولوطًا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهي أرض الشام التي يحشر الناس فيها وإليها قرب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: الشام أرض المحشر وأرض المنشر. وهي تلك الأرض المباركة المذكورة التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منها إلى السماوات العلى في حادثة الإسراء والمعراج المشهورة، التي جعل الله عز وجل فيها قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عباد الله، إن تلك الأرض المباركة هي مهد أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومهو الأولياء والصالحين من الأنام، وهي خيرته من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق. قال أحد الصحابة: اختر لي يا رسول الله، أي في أي جند أكون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام،
فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله قد توكل لي بالشام وأهله. وقال عليه الصلاة والسلام داعياً للشام بالبركة: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. رواه البخاري. والشام فسطاط المسلمين ومجتمعهم يوم الملحمة الكبرى في آخر الزمان، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. رواه أحمد. وفيها أولى القبلتين وثاني المسجدين في البناء وثالث المساجد في المنزلة الشماء. فعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلِّ فإن الفضل فيه. رواه البخاري ومسلم. وإتيان المسجد الأقصى للصلاة فيه يكفر الخطايا والآثام ويحط الأوزار العظام. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثاً حكماً يصادف حكمه، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وهذا المسجد أي المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وأحد الأماكن التي لا يدخل الدجال فيها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وذكر عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن الدجال قال: علامته يمكث في الأرض 40 صباحاً، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد: الكعبة، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى والطور. رواه الإمام أحمد. ومن تلك وفي تلك الأرض المباركة ستكون نهايته، وهي نهاية أعظم فتنة في الأرض جعلها الله عز وجل لأهل الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. فهذه الفتنة العظيمة تزول في ذلك المكان، كل ذلك لبركة ذلك الموضع. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النواس بن سمعان الطويل حينما ذكر الدجال قال: فيطلبه المسيح ابن مريم حتى يدركه بباب لد فيقتله، فيخلص المسلمون في ذلك الوقت من أعظم فتنة مرت عليهم، وينجيهم من أشد بلية مرت في أعمارهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق الخلق ففضل بعضهم على بعض تفضيلا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل للمؤمنين هاديا ومعينا ونصيرا، وللكافرين خاذلا وماحقا وعليهم ظهيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم
واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المؤمنون، وتلك الأرض المباركة مكلوءة بحمى الرحمن، وتحرسها ملائكة الملك الديان، كما في حديث زيد بن ثابت قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين قال: طوبى للشام، طوبى للشام، قلت: ما بال الشام؟ قال: الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام. رواه الإمام أحمد. ومن فضائلها أنها مأوى الإيمان عند وقوع الفتن في آخر الزمان، كما في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري. قال: فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. والشام محط رجال الصالحين، محط رحال الصالحين، ومقصد الزهاد والعابدين. فما من نبي من الأنبياء إلا ولد فيها، أو هاجر إليها، أو وطئت قدماه أشرف البقاع فيها. وفيها تخرج علماء أفذاذ ورجال، وبرز قادة نجباء وأبطال، وهي مهد الديانات وأرض الحضارات. فإذا فسدت الشام فلا خير في من بقي بعدهم. قال معاوية بن قرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال ناس من أمتي منصورين لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة. أيها المسلمون، إن أرضًا هذا شأنها ومنزلتها وتلك فضائلها ودرجتها لحقيقةٌ أن تُبذل بالنفس والنفيس، وأن يُبذل في سبيلها الغالي والرخيص، لتُخلَّص من براثن اليهود المعتدين، وتُطهَّر من دنس الصهاينة الغاصبين الذين ما برِحوا يُدنِّسون المُقدَّسات، وينتهكون الحرمات، ويبذلون قُصارى جهدهم لطمس معالم القدس الشريف. كذلك أيضًا ولإزالة تاريخه المُنيف، ودفن الحقائق المُشرِقة، وإبراز مزاعمهم المُخرَّقة كما يرون لكيانهم المروم ببقاء الهيكل المزعوم، إلى حدٍ وصل الأمر بهم إلى أن يمنعوا إقامة الصلوات الخمس في المسجد الأقصى في هذه الأيام، في حادثةٍ لم تحدث منذ أكثر من 60 سنة، كما شوهد ونُقل في وسائل الإعلام، مع إغلاق أبواب الأقصى على المُصلِّين ومنع المُتعبِّدين من المُسلمين. فكان من نتيجة تلك الإجراءات التعسُّفية مواجهاتٌ بين سلطات الاحتلال وإخواننا الفلسطينيين، أدَّت إلى سقوط شهداء وجرحى، نسأل الله أن يتقبَّلهم، واعتقالٍ وتعسُّفٍ وتعذيب. يصدُق في هؤلاء اليهود والصهاينة قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المسلمون، لقد عانى إخواننا في أرض الرباط فلسطين الأمرين خلال 100 سنة الماضية، وهم في هذا يقومون بواجب الكفاية عن الأمة من خلال تحملهم صنوف الأذى وصور التنكيل، وصبرهم على مشاهد الإهانة التي ترى أمام أعينهم في كل يوم بل في كل ساعة، وهم في ذلك لا يبالون. لسان حالهم كما قال الصحابي الجليل: وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزع. فجزاكم الله عن أمة محمد خيرا يا أهل الرباط، وأبدل الله خوفكم أمنا، ونبشركم بوعد الله لكم القائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، إن جبين الإنسانية والتاريخ ليندى لما يقوم به هؤلاء من أعمال تخريب واغتصاب لبيوت المقادسة، وتشديد الإجراءات ومنعهم حتى من ترميم بيوتهم المتهالكة وعدم السماح لهم بذلك. فأصبح لزاماً على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصروا إخوانهم
لإيقاف تلك الأعمال الهمجية التي يراد من خلالها بناء ذلك الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى كما يصرحون بذلك. ومن الواجب على المسلمين حكاماً ومحكومين أيضاً إنهاء مخططات الكيد والمكر والعدوان أيضاً الذي يحصل أمام مرأى العالم وسمعه دون أن يحرك في ذلك فيهم ساكناً وللأسف الشديد. والواجب أيضاً أن تظل قضية الأقصى حاضرةً في الأذهان، عالقةً في الوجدان، حتى لا ينساها أبناؤنا مع نسيان كثير من الناس لها، وحتى يحصل الظفر والتمكين كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق بقوله في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقاتلهم المسلمون فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا رحمكم الله أن تحرير المسجد الأقصى مسؤولية الجميع من خلال القيام بما يستطيعون، فعبارات الشجب والاستنكار وإنشاء كذلك المواقع والتعليقات في مواقع التواصل والاكتفاء بذلك لا يكفي، بل لا بد من حركة جادة ووقفة حازمة تبدأ أولاً بنبذ التفرق والاختلاف فيما بيننا، كما قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم أيضاً الرجوع إلى ربنا تبارك وتعالى والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النصر، فسنن الله الكونية الثابتة التي لا تقبل التبديل ولا يتناولها التحويل أن النصر لا ينيله الله عز وجل لمن آثر ترك العمل وركن إلى الكسل، فإن سنة الله ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا تتغير بتغير الأشخاص، كما قال جل وعلا: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، اللهم رد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الكفار، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، إنك ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقوموا إلى الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، سدوا الخلل، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر،
تعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.